بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. في هذه الفترة في شهر يناير يوم 22 يناير ستقوم الكنيسة الكاثوليكية بكل الولايات بمسيرة للحياة، ولذلك بتدعونا الكنيسة اليوم أن نكرس هذا الأحد لموضوع خاص هو أهمية أن نفهم هبة الحياة. ستخرج كل كنائس ولايات أمريكا كلها في هذا الشهر حتى تعترض على قتل نبتة الحياة اللي بنسميه باللغة العلمية الإجهاض. مزمور 71 بيقول: من الرحم عليك اعتمدت، ومن بطن أمي أنت أخرجتني، ولك في كل حين تسبيحي. إيه هو الإجهاض؟ هل هو الخيار الوحيد في بعض الحالات؟ هذا الموضوع يندرج في اللاهوت تحت اللاهوت الأدبي، قد يكون موضوع مختلف بعض الشيء، ربما يكون عند حضراتكم عنه خلفية أو لا، ولكن سأتناوله من جهة اللاهوت الأدبي، أي من تعليم الكنيسة، لم أتناوله من ناحية العلم، بل سأتناوله من ناحية الكتاب المقدس. إذا عرفت أن هناك امرأة تريد أن تجد طفلها، ماذا تقول له؟ ربما في جيرانك حواليك بتسمع فلانة هتعمل عملية إجهاض، ما هو رد فعلك؟ هل بتفهم إن هذا الموضوع ضد إرادة الله؟ هل بتلتزم نوع من الصمت أم تتدخل؟ عفوا، ربما هناك بعض الحالات تمر بظروف صعبة، يعني فتاة بنت حملت عن طريق الزنا، يعني تكون ربما من ذاتها أو اغتصبت اعتدى عليها، يعني مش بالضرورة تكون هي عايزة ده، وخاصة في حالات الاغتصاب كل الأسرة بتعتبر، وخاصة في بلادنا الشرقية، ستكون فضيحة، ويكون الحل الخفي النصيحة السريعة جدا أن تكون هذه البنت تقوم بعملية الإجهاض، أي تتخلص من الجنين سريعا، لأن من سيكون أبوه؟ هل في هذه الحالة بنقبل أن تتم عملية الإجهاض؟ هل بنقبل تحت هذا البند أم لا؟ في حالات أخرى، لو الأم بعد عملية الكشف الطبي اكتشفت بأن الجنين مشوه نتيجة لعيوب كثيرة، آخر قصة سمعتها هناك امرأة كانت بتجرى عملية وخدت نسب كبيرة من المخدرات في العملية، وما كانوش يعرفوا أنها حامل، واكتشف الطبيب فيما بعد وهي أنها حامل، وكانت نصيحة الطبيب أنها تتخلص من هذا الطفل لأنه سينزل مشوه، أي معاق، وكانت الأسرة في حيرة، وسأكمل لكم القصة في الآخر.
في نفس هذه الحالة، ما هو تفكيرنا المسيحي؟ نتخلص من الطفل لأنه فيما بعد سيكون عبء على الأسرة؟ ما رأي الكنيسة في هذه القضايا؟ حالة أخرى، إذا سمعنا من الطبيب في قبل حالة الوضع أي الولادة، آسف الوضع في خطر وعلينا أن نختار ما بين الأم أم الجنين اللي فيما بعد سيصبح طفل، نختار بين اختيارين صعبين، نضحي بالأم أم نضحي بالجنين، وعلى الأسرة أن تمضي وتعتمد اختيارها موثق. وفي هذا الوضع كمان حيرة، ما رأي الكنيسة في مواقف زي دي؟ هل نقبل بإجهاض الطفل ونقول الطفل لسه ما ظهرش لكن الأم عايزينها، هي هتستمر هتجيب لنا 100 عيل تاني غيره، لأن الأم لا تعوض لكن الطفل يعوض؟ دي بعض النماذج وليست للحصر، ما رأي الكنيسة وتعليمنا فيها حتى نفهم هذا الوضع؟ هل الإجهاض هو الخيار الوحيد والأوحد؟ هل يعتبر الجنين في مراحل تكوينه وتشكيله من اللحظة الأولى هو مجرد إنه خلايا مجتمعة ولا روح؟ هل بنعتقد إنه بويضة أم روح؟ قد يعتقد البعض بأنه لسه لم تكن فيه الروح، مباشرة هل الإجهاض هو قتل أم علاج وحل؟ في أشعياء النبي إصحاح 49 بيقول لنا أن الرب دعاني من البطن وذكر اسمي من أحشاء أمي. يعني الكتاب المقدس بيعتبر هذه النبتة هي روح من لحظة البداية عندما يتم الإخصاء، ولذلك يتكلم أشعياء النبي بأن هذه النبتة معروفة لدى الرب، هي مخصصة للرب، الرب دعاه باسمه، بيعرفه شخصيا. قد تكون الأسرة لا تعرف أن هذه النبتة قدام الرب معروفة بالاسم، قد يكون الأسرة لم تتخذ بعد اسم المولود، لكن عند الرب يعلم ما قبل. أيضا في أشعياء النبي إصحاح 49 العدد 8 يقول هكذا قال الرب استجبت لك في وقت الرضا وأعنتك في يوم الخلاص وجابلتك وجعلتك. يعني الرب هو اللي خلق وجعله إيه؟ عهد للشعب لتنهض الأرض وتورث المواريث المدمر. في الآية اللي جاية 15 يقول لنا أتنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى لو نسيت النساء فأنا لا أنساك. من هذا النص يقول لنا أن المجتمع يتعامل مع هذه النبتة كأنها نكرة، كأنها بويضة، كأنها جماد، لكن الرب يتعامل مع هذه النبتة، هي نبتة حياة، روح عاقل. بيقول حتى لو المجتمع يذكر هنا الأم، لكن يذكر بمعنى الأم كل شخص هو مسؤول، هو قد يكون الأم. الرب لا ينسى ولا يتعامل مع هذه النبتة كما نتعامل نحن أيضا النهاردة.
هل تعلمون أن ما يزيد عن 1.5 مليون في أمريكا عمليات إجهاض سنوية؟ يعني 1.5 مليون عملية قتل المباشر وبتصريح رسمي، وكأنه ده شيء طبيعي بنسمعه زي أي عملية زايدة، كأنها عملية بسيطة، ما نعرفش إن ده ضد الحياة وضد الله وضد مفاهيم الكنيسة. لما درسنا في اللاهوت الأدبي هذا الموضوع وكنا لسه شمامسة صغيرين، عرفنا الأب الكاهن المدرس بأن الأم التي تجهض طفلها يجب عليها أن تعترف قدام الأسقف يعني المطران، وهو المخول له الوحيد أن يعطيها الحل، لأنها بتعمل عملية قتل بقصد حتى لو كانت هناك أسباب صعبة وقد تكون مخجلة. يعني الكاهن لا يستطيع أن يعطي حل لهذه الامرأة إلا بتفويض من الأسقف، لأن أنت بتقبل على عملية قتل مباشر. مزمور 139 يقول لنا انتبهوا، قيمة الحياة بتبدأ من أول لحظة الإجماع. أنت الذي كون كليتي ونسكتني في بطن أمي، أحمدك لأنك أعجزت، عملت شيء مدهش في إعجاز بشري لا يستطيع أي بشر يعمله، فأدهشت. عجيبة أعمالك، رأتني عيناك جنينا، يعني الرب شاف هذا العمل منذ البداية، هو جنين مش لسه مشروع طفل، من البداية هو جنين. وفي سفرك كتبت جميع الأيام، يعني الرب حدد أني سأكون اسمي موجود على سفر الحياة على الأرض، وصورت قبل أن توجد، يعني الرب بيعرف المعالم بتاعتي كأني صورة شخصية بيعرفها قبل ما يكون موجود قدام الجميع. الكتاب المقدس مباشر وصريح في هذا التعليم، ولكن إحنا بنمشي وراء مرات العلم الحديث. في الوصية السادسة بيقول لنا لا تقتل، ولكن كأننا منتظرين لا تقتل إذا شخص قدامي، لا، حتى في هذا الجنين الذي لم يولد بعد إذا بيتم لها عملية إجهاض فأنت بتقتله. بنفهم من نص آخر في إنجيل لوقا الإصحاح 10:27 بيقول لنا إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. إيه اللي يربط آية محبة القريب بالموضوع بتاعنا؟ القريب هو أول نبتة عندك، هو الطفل الذي سيكون. فيما بعد بنعرف تكملة هذا النص اللي بيتكلم عن السامر الصالح. في مجمع العقيدة، مجمع عقيدة الإيمان، خصص باب كامل عن هذا التعليم، وهو دعوة ليكم لحضراتكم ترجعوا تبحثوا، تعليم حول المسائل المتعلقة بأخلاقيات الحياة. في رسالة مهمة كتبها البابا يوحنا بولس في وقت البابا بنديكتوس لما كان الكاردينال راتزينجر، عن كرامة الشخص البشري. وكرامة الشخص البشري مش للشخص الكبير البالغ على نبتة هذه الحياة. بيقول إيه؟ كل إنسان الحق في أن ينال كرامة الشخص البشري، كل إنسان عليه أن يأخذ كرامة الشخص البشري منذ اللحظة الأولى للحبل به، مش لما يكبر، من أول ما كان اتكون من خلال هذه النبتة الأولى. ياخد كرامته من إمتى؟ من بداية ما حبل به
حتى موت الطبيعي. يجب أن يكون هذا المبدأ الأساسي اللي بيعتبره الفاتيكان يعبر عن إن إحنا بنقبل الحياة، عكس كده يعني بنرفض الحياة البشرية. في هذا الموضوع بسأل إيه الفرق بين الجرائم اللي إحنا بنشوفها النهاردة في مجتمعاتنا العربية وغيره، قتل أبرياء من أطفال إلى بالغين من مؤسسات زي داعش وغيره، وإيه الفرق بين قتل طفل لسه لم يخرج بعد قدام الكنيسة، الاتنين متساويين، إذا بتقتل طفل في الرحم زي ما بتقتل شخص بالغ. الفرق بينهم للمجتمع إن ده شكل شخص شايفه وهذا خفي بالنسبة لي لم أعلمه، لكن الاتنين قدام الله يعلمهم، الله يرى ما في داخل الأمور. نتصرف كأشخاص يعلمون أن الرب يرى كل شيء. في قصة المثل السامر الصالح في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر من عدد 25 ل 28 بيدينا قصة حلوة أوي. بيقول لنا في ناموسي، واحد من أهل الناموس اللي هم محنكين عندهم خبرة قانونية، يعني دول أصحاب القانون في الوقت ده. الناموس يعني القانون في اللغة العبرية. جه واحد من اللي بيعرفوا القانون وجه عند يسوع عايز يجربه، يحطه في تجربة. يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ وبيكمل القصة وبيتكلم معه في آية 27، بيقول له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. ثم يعطي لنا النص السؤال، من هو قريبي؟ أجاب يسوع وقال إنسانا كان نازلا من أورشليم إلى ريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. من هذه الآية انتبهوا حضراتكم، النص ضمنيا بيتكلم عن نبتة الحياة من غير ما نعرف. بناخد النص كموضوع محبة القريب للي بنشوفه، لكن ضمنيا كمان بيدخل في موضوع الجهاد. هذا الشخص اللي مضروب اللي وقع باللصوص كان أول واحد وظيفته كاهن، لما شافه سابه كمل، يعني الكاهن ما عطاش رد فعل أن ينقذ هذه الحياة. وده معنى إيه النهاردة؟ أن الكنيسة مرات نقول مش دورها تتكلم على الإجهاض، دي قضايا أخلاقية، ده مش تعليم الكنيسة، ده موضوع طبي، لا ده موضوع إلهي صميم، إنك أنت بتجهل ربما أن دي خطية كبيرة عليك. لذلك لما الكاهن ساب هذا الجريح ومشي موته. إذا الكنيسة بتكون صامتة قدام القضايا الأخلاقية بتفعل مثل فعل هذا الكاهن اللي مر قدام هذا الجريح، كأنه قدام هذا الطفل الذي ما عندوش قدرة أن يدافع عن نفسه حتى هذه اللحظة. الكنيسة مخولة أن تدافع عنه وتقول هو روح حية، لا يجوز لأي أحد أن يقتل، مش مسؤولية أي واحد في الأرض أن يقتل أي حد، لم تفوض أن تقتل أي شخص. فالكاهن مشي، قد يعبر عن موقف الكنيسة إذا صمتت يبقى هي بتشارك في قتل هذا الطفل. الشخصية الثانية لاوي نفس القصة. الشخصية الثالثة سامريا مسافر، وبنعرف من القصة هو الوحيد اللي وقف وخد هذا الجريح ودواء ودفع. بيسأل في آية 36 فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا؟ الذي أرجع الحياة اللي كان على وشك الموت هو القريب. لا نعرف الجنس ولا اللون ولا التمييز. لذلك الكنيسة تهتم بنبتة الحياة من غير ما تعرف شكل الطفل ولا لونه ولا المواصفات بتاعته من لحظة تكوينه في البطن. هذا الناموسي اللي بيجرب يسوع
أعطانا درس للحياة أن ننتبه القريب مش بس اللي هو من أسرتي، القريب هو كل إنسان قدامي مطلوب أن أكون شهادة حق وأنقذه في الحياة، وبالأخص هذه نبتة الحياة على دور الكنيسة. عشان كده النهاردة احنا بنعلم ده حتى ولو اختلف بعض الشيء عن صدد موضوع اليوم، وإن الكنيسة بتعمل مسيرة للحياة عشان تقول للعالم احنا ضد القتل. الكنيسة الكاثوليكية لا تؤمن بقتل الأطفال تحت بند كلمة الإجهاض أو عملية للأطفال. إذا القضايا التي أثيرت من قبل، امرأة مريضة، طفل مشوه، امرأة اغتصبت، ماذا يكون رد الفعل؟ الكنيسة بتقول أول نقطة، مباشرة نطالب الآخر الذي اعتدي على هذه المرأة أن يكون زوج إذا نفع، وعلى الكنيسة والأسرة حماية الطفل وحماية الأم. لذلك جهزت الكنيسة في بعض الأماكن أديرة وخاصة في بلادنا الشرقية لهذه الحالات اللي بالنسبة لنا بنقول عند خطية الزنا، بتستقبل النساء اللي عندهم نفس الحالات حتى يوضعوا الطفل ويتبنوا هم الطفل. لذلك الكنيسة تؤمن بتبني، المسيحية تؤمن بالتبني للأطفال حتى تنقذ هذه الأطفال من القتل اللي هو موجود في حياتنا. في أفكار كثيرة بتساعد. في السبعينات في أمريكا نزل أول قرار بأن الإجهاض بقانون رسمي موافقة للدولة، ولذلك النهاردة بيعلمونا في وسائل الإعلام بأن هذا الخيار المثالي لإنقاذ الأم والأطفال بأنه يقتل عن طريق الإجهاض، ويتكلموا عنه بكلمات إجهاض لكن لم يذكروا أنه قتل، لكنه بالحقيقة قتل. وإحنا بنقول أنتم ضد عناية الإلهية. بيحكى قصة بأن الأم تريزا راحت في أماكن فقيرة وبيقولوا لها إحنا ما عندناش إمكانيات للأطفال دي كلها، موتوه. قلت لهم لا، أنتوا بتعملوا ضد إرادة الله، هاتوا كل الأولاد اللي عايزين تتخلصوا منها وإحنا نعتني بيهم، إحنا ككنيسة نهتم بيهم لأن إحنا دورنا أن ندافع عن الحياة. سأطيل عليكم بعض الشيء. عندنا قصة مهمة أوي تعبيرية كتبت في بعض الجرائد الأسبانية، بتتكلم على موضوع الإجهاض بشكل مباشر. رسالة تخيلية بتقول بنتخيل طفل بيكتب من السماء رسالة لأمه، بيقول أمي العزيزة أنا ابنك، أتتذكرين؟ من كان مفروضا عليه أن يكون أبي؟ من اللي كان مفروض يكون أبويا؟ قد سافر بعيدا عن البلاد ولم تنفع كل تصاريح الحب التي كنتما تتبادلونها، وفي أثناء غيابه دخل حياتك رجل آخر، ومن هذه المغامرة العاطفية حبلت بي. كم هي عزبة الذكرى التي أحفظها يا أمي. من الشهرين والعشرين يوما التي قضيتها في أحشائك كنت أشعر إني في أمان تام، كنت أدرك إنك لا تريدني. إذن بماذا سيفكر أبي عند عودته؟ لا شك سيزار قرينه ويثور ثأره، طبعا بما أني لست ابنه فلابد إذن من إخفاء الزلة بقتل الواشي الذي هو أنا. لم أكن أعرف عندئذ شيئا عن الجدال الناشب بينك وبين عشيقك، لأنه هو كان يريد أن أولد
أما أنت فلا. وبعد شجار وغضب متبادلين تززت منه المال اللازم لموتي. إنكم تضعون ثمنا لكل شيء حتى لاغتيال البريء الأعزل، ولقد عقبت بعد ذلك بقولك ما أبهز الإجهاض. أنا لا أبرر جريمتك ولكني أسامحك. أما ما لا يدركه ذهني فهو ذلك الحليب الفاسد الذي قدمه لي الوحش الأسود، أي الطبيب المتشح بالبياض. يا له من ألم قاتم عندما غرزني بتلك الإبرة الضخمة ليتمكن من تفتيتي. وما أشنع تلك الصفاطة اللعينة التي ابتلعت جسدي الصغير المفتى. إن ذلك قد صدمك أنت أيضا صدمة قوية. إني أعرف يا أمي لا يليك الطويلة بدون نوم والرغبات المفاجئة. أعرف أنك تحبيني وتحلمين بي، وأكثر من مرة تساءلت بضمير نادم، هل أنا صبي أم بنت؟ هل تقدرين الفرح الذي كنت سببته لك لو ولدت سليما؟ أتعرفين يا أمي أن الأولاد غير المرغوب فيهم هم المحبوبون أكثر عند ولادتهم؟ أنا صبي وأشبهك أكثر مما أشبه الرجل الذي أغواك. كيف يمكنك أن تنسيني وأنا أطلب إلى الله في كل وقت أن يمحو من ذهنك تلك الأحلام التي تزعج راحتك وتعطيك الموت وأنت حية؟ لأجل ذلك كم كان فرحي كبيرا عندما فتشت عند الكاهن الذي أعطاك السلام وصالحك مع رب الحياة. أمي العزيزة، أريد أن أراك سعيدة. تذكر العبارة الصغيرة التي قالها لك الكاهن وهو يودعك، يعني في سر الاعتراف، أن الله قد حقق فيك عمل محبة. الوقت يشفي الجرح وحلم الله ينفذ. وفيما أكتب لك هذا أرى بقربي أنطونيو صديقي، وهو مثلي لا اسم له ولا تعريف، فقد قتلته أمه لأنها كانت فتاة صغيرة عندما اغتصبها رجل في إحدى الليالي وهي عائدة إلى بيتها. وإذ لم تكن تحب هذا المغتصب فتخلصت من ابنها بضعة أسابيع بعد الحبل به. وأنا أسميه أنطونيو لأنه مغرم بالموسيقى ويعزف على الكمانجة مثل الملائكة. فوق ذلك إنه يؤلف القطع الموسيقية للمزمار والأرغن والصنوج وغيرها. وقد سميناها أنطونيو تشبها بذلك الكاهن من مدينة البندقية عازف الكمان والمؤلف الشهير في فيفالدي. وصديق أنطونيو يلاحقه دوما في سؤال: إذا كانت أمي لا تحب الرجل الذي اغتصبها فلماذا قتلتني؟ أنا الذي كان حبها دائما وما أستحي بها أبدا. لم أستطع أن أجد له الجواب المقنع، لأننا هنا في مملكة المحبة، لا نفهم إلا لغة المحبة في السماء، لذلك لا ندرك مناقشاتكم على موضوع الإجهاض بسبب تكوين الجنين المشوه أو بسبب الاغتصاب أو بسبب الضائقة الاقتصادية أو عدم الرغبة في الأولاد. ويقولون لي أن الحروب وأفران هتلر الغازية لم تسبب مثل هذه المجزرة المجرمة والفائقة الحد. بإجهاضكم قد حرمتم البشرية من شعراء نبيغين وكهنة وأطباء وفلاسفة وموسيقيين وطيارين ورجال اقتصاد وأساتذة، رجال دولة، رسامين، مهندسين، قديسين وقديسات. كلهم هنا يقولون لي إنني كنت أصبحت جراحا ماهرا أو عازف كمان مثل موتزاغ. وعندما
سنجتمع سترين يا أمي أي يدين لي وأي إحساس وأي تجاوب. أما ما يسرني بالأكثر فهو قولهم لي لابد أن تكون أمك فائقة الجمال، لا تبكي يا أمي، إن أسامحك وأحبك كما يحبك الله، انسي الماضي. آه لو يمكنني النسيان، ومع ذلك فإني أزوب حبا لأراك، ولكن لا تسرع بالمجيء فأخوتي هم بحاجة إليك. اعملي لهم ما لا تستطيعي أن تعمليه لي، وما تعلمينه لإخوتي أقبله كأنه يعمل لي. وأخبرك إنه عندما تغسلين أختي الصغيرة أو ترضعينها لا أدري أشعر بشيء من الحنين إلى ما كان يمكنني أن أكون ولم يعط لي أن أكون. كم كنت أتمنى أن أرضع أنا أيضا من حليب ثدييك وأن تداعبني يداك الناعمتين. وأختم رسالتي طالبا منك نعمة ليست لي كما تعلمين، ولكن للملايين من الأطفال الآخرين ألا يخزوهم كما فعلوا بي. فإذا كنت تعرفين فتاة تحاول الإجهاض أو شخص يدعو إلى تبرير الإجهاض أو طبيبا قاتل يلطخ سمعة إبقراط، فبدلي قلبهم الحجري بقلب من لحم ودم. أعطي صوتك للملايين من الأطفال الذين لا صوت لهم، أصرخي بملء فمك أن لنا الحق بالحياة حتى لو كنا غير محبوبين، فلنا الحق بأن نحب ونطلب أن يدعونا نعيش لنحب. إنه لمحزن جدا أن يكون لنا قلب بلا فائدة. إلى اللقاء يا أمي، وعندئذ سأريك كم أحبك وأحببتك بقلب طافح بالقبلات، وإن لم يكن لم يفتح به بعد، طفلك الذي لم يرى النور. من رسالة الرمزية هي دعوة لكل شخص أن يرفض الإجهاض. في يوم 22 يناير 2015 في دعوة مارش فور لايف، كل الناس مدعوة، في أتوبيسات هتخرج من كل ولايات وكنائس أمريكا مجانا، تروح في واشنطن حتى تعترض على مشاريع الإجهاض والقتل، لأن هذه خطية ضد الله وهي قتل مباشر وليس لها تبرير. لذلك اخترت لكم النهاردة مسبقا هذا الموضوع اللي بتحس وتعلم عليه الكنيسة، إن احنا ضد مشروع قتل الأطفال تحت أي مسمى، وهذه خطية عظمى يجب عليها الاعتراف للأسقف مباشرة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.